قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، يعني على قسمين. نعم. دار الله سيدنا حديث قدسي دوغت يقار جيلا ثاني حملاتكم من شلل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني هذا فيه أن أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نعم. أوكي. الله سير نرد من شلل سير لوه بريس في قبر الله. Da je videli se ja hadisa, da na hadisa ne berem direkt, da je na vraćan, novo tri stikove Allah. Lau, kal le qa'im, al sa'ala sa'im, wa kal, limada te tekrbom hali sura, sura ten fatiha fi kurraka, wa je rukum al kasama, limada? Novo kan se da sura, kakva je usna fatiha, što lesas i varenda raka, i varenda sada. ماذا بماذا تجيب؟ ما يسأل. تقول أنا عبد. سيرجع الكاميرا. والله سبحانه وتعالى هو الملك. والله هو الملك. وهو الذي له الأمر، وأنا ليس لي إلا السمع والطاعة. صحيح؟ والله بين الصمت أوردر ويوهار إنت نقدر أن تلنا. ثم أن هذه السورة تسمى أم القرآن. من هذه السورة كانت في القرآن مسمودة أم القرآن، يعني كل مقاصد القرآن وكل ما في القرآن مجموع إجمالا في هذه السورة. قال في السورة قال أفسد من القرآن ثم تركم في عندها غرشة وعندها كتبت إسامة فقط في هذه السورة فيها التوحيد بأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله تلس فقط التوحيد الذي الله سبحانه وتعالى فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. التنصيح فليا ربك محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح أصحاب رضوان الله عليهم. وفيك تلس ولنا تكسير هذه الأمور. فيها ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وسيلة معا اجتماع الأمة ولا الافتراق. أعطهم أصيبتنا دار رفض صلى الله عليه وسلم بطريقة فيه أن المسكة قال إني تبين أن أقول فيها أن العبد لا بد أن يجمع في الإيمان بالله سبحانه وتعالى بين لا بد أن يؤمن بالقرار والقدر. Och där man ska också tro på ödet och vad Allah har bestämt. فيها إشارة إلى أركان الإسلام والإيمان والإحسان. Och den påpekar islams pelare bland annat där med tron och de pelarna och ihsan. ذكر اليوم الآخر والإيمان به. Domedagen och man ska tro på det. الجنة النار. Paradiset och helvetet. التحذير من أن نكون من الذين غضب الله عليهم أو الذين ضلوا نسأل الله السلام. واني في المسكبي أنا تومسون والله سبريد فوسي وكاتبي ليسير سو والله في جواز وغير جواز. أجمع دعاء وأحسن دعاء في هذه السورة. لم تستوفي نفس الدعاء في هذه السورة. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ما أقدر كاستسي الله سبحانه وتعالى. طلب الهداية. وكاتبي اللهم دجل. كما ذكرنا أن العبد يجمع بين العمل وبين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يجمع بين الشرع والقدر. لازم تكون دائما إذا تيجي تذكر رسول الله كان وتذكر الله كان يتأذى بقول الله سبحانه så det blir det som Allah vill fast som du tror det är du vill ordet att göra så gott du kan. Eller här är surah du samma vid umma al-Qur'an kulna för Qur'an och just vid här är surah. Så därför den här surah kallas för Qur'anens moder men allt som finns i Qur'an är sammanfattat i den här surah. Fiha adab min adab bel fiha adab lid du'a. Nej. Det finns du'a etik, hur man ska
لابد قبل الدعاء من الثناء على الله سبحانه وتعالى. إنه ما أذكر لي الله أنه specific صوت فقط ما أذكر يعني أنتي كومبليمان في الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوانا مهم جدا أن نعرف تفسير هذه السورة. الحمد لله أول هذه السورة الحمد لله تحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو ذكر المحمود بجميع الصفات على وجه المحبة والمحضرة. وبتنبهنا من الدو دائما غير ان الفاشن الدو بيس يكون الله جود ودو هذا يسمى هذا الساك يسمى الحق صحيح وبتسليك الله سبحانه وتعالى مثل الله دو بس الله. الحمد هو أن نذكر الله سبحانه وتعالى ذكر المحمود. نعم هذا هو الحمد بيصير دو بيس det är någon slags tacksamhet för Allah subhanahu wa ta'ala. Bimala? För vadå? Bijamil al-sifat, yani al-sifat wa lillahi al-asma' al-husna. Och kunna kull ism labud yatadamman sifat. Och här är sifat labud an takon sifat kamal. Och här är utan an takon sifat maqsu'in. Naam. Och det här är där vi som tror vet att Allah subhanahu wa ta'ala är fullkomlig. Allahs namn är fullkomliga egenskaperna. Så det är liksom när du liksom är tacksam och du ser av Allah och du ser någonting som kommer Gud, så vet du att den Allah, alltså den Gud som är allsmäktig, fullkomlig, liksom som är ingenting lik Allahs namn. لماذا أحمد الله؟ Varför ska vi tacka Allah? لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الذي خلقنا. فإذا كان هو الخالق لا بد أن يشكر على هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. نعم الله أشكر في الوقت السيستيرس الله أسكر فقوص سمسطما تبقى فيلم الفيسة سيطاق سمير أسكر فقوص سداد سمسطما حتى الله أكبر فنحب الله ولا نحب أحد مع الله في إرسك الله وإن يسمع من الله سبحانه يعني محبة مساوية لمحبة الله. في سورة وأنا صوكان إرسكاس صوم إرسكاس صوم الله. ونعظم الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن نرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض مرتبة الله سبحانه وتعالى. نعم. فتحوا الله سبحانه وكذبتين بستورة إبرتي على دفيسين فنوم أنا صوكان كمبرر من الله نسكبر من بستين كمبرر من som kommer nära den kärleken som vi har för Allah subhanahu wa ta'ala. تقول الحمد لله يعني الذي يستحق الحمد هو الله سبحانه وتعالى غير. Och det här är liksom någonting mer kännande som är att det finns ingen annan som förtjänar att tackas och vara tacksam inför förutom Allah subhanahu wa ta'ala. وكأنك تقول أنا أحمد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. Där du ser att du visar din tacksamhet och du vet att Allah är skaparen, Allah är den som ger dig röst, Allah är den som ger dig all det behov som behövs för att kunna liksom göra vidare. Rabbil alamin, ya'ni anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq li kulli al-makhluqat wa la khaliqa illa Allah. Och låt vis komma till Allah, världens herre. Och där vi bekräftar att Allah är världens herre, oavsett vilken värld, vad det snackas om, då är det Allah som är herre över allting. قل ما سوى الله مخلوق الله سبحانه وتعالى هو الخالق. Allting Allah är skapare själv och Allah är skaparen till absolut allting. وإذا كان هو الخالق لابد أن يكون هو سبحانه وتعالى هو الذي يعبد. ولا اعبد غيره سبحانه وتعالى. نعم. افترسون الله اسقابنا لذي اندس الله صفراتي كاس انت نمر الله. في هذه الآية فيها توحيد الربوبية. نعم. وذي اذا ما بقى سمين اولاد اطمان مراتيس من كر الله سبحانه وتعالى انت اي ان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتوحيد الربوبية أي أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. نعم. وبدأ من الله جل وعلا
plus att Allahs allt som har skapat, allting som Allah har gjort uppstår, någonting som liksom är källan. Det är det som är själva utgångspunkten för allting. Allt är bara Allah subhanahu wa ta'ala, den Allah khalib, den khalb. Att det är inte skapat av Allah subhanahu wa ta'ala. Och en mulk. والتدبير أن هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. نعم. وفي الله سبحانه وتعالى. في الله سبحانه وتعالى سبحانه قاطع مسيرة هندا. وإذا كان هو الرب لابد أن يفرد بالعبادة بتوحيد الألوهية بتوحيد العبودية بتوحيد العبادة. So الله أسبابنا الله بيسمى بس الله بيسمى سون قاطع نيجي لي الله سبحانه وتعالى. So therefore this is the one that can give us the Allah subhanahu wa ta'ala. توحيد الألوهية هو نعم مونوتيزم سبيساتي في الألوهية عند جود الصوت في هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة سو دي كاس كين تبصنا ولا نحن الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى أحمدني عبدي نعم to say Lord of peace, King of the Dragon's Heaven. So for Allah subhanahu wa ta'ala say that in share that in our chapter. أي أننا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بجميع الصفات. But before we speak of Allah subhanahu wa ta'ala in the name of so Allah be to him. الرحمن الرحيم. Then not be yes, then that. قال الله سبحانه وتعالى عندما تقول أنت الآن الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. نعم. هذا سير هذا المسبوق عند الله من يوم الجلال عندما هي سير الله من شأن الأفعال سيكون. وإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله عبدي وقلت الرحمن الرحيم قال أثنى الله علي أثنى علي عبدي وإذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وعندما سير مالك يوم الدين سير الله سبحانه وتعالى من شأن غير أوب المسبوق. الله سبحانه وتعالى ملك ومالك تقرأ هذه أولا في القراءة في سورة الفاتحة تقرأ الفاتحة مالك يوم الدين وتقرأ كذلك ملك يوم الدين وفي سورة سورة ودرسة من هذا لأن هذا ملك بالسيطان لأن هذا مالك إيجاد والله سمع إيجاد إنسان دون مدونة فما كان لنا وقال سنة وقال سنة هذا الله سبحانه وتعالى ملك ومالك كل هذه المخلوقات ملك لله سبحانه وتعالى نعم بكرهت هذا الله سبحانه وتعالى الله بارس المسيح الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد يتصرف في هذا الملك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى نعم absolutely ingen som kan kontrollera som kan förändra som kan göra någonting förutom Allah subhanahu wa ta'ala. فيصح ان تقرا مره بهذا ومره بهذا مره تقرا مالك يوم الدين ومره اخرى تقرا ملك يوم الدين نعم تقرا ترسا صوت انا قوم سير مالك يوم الدين och den andra gången ser du religion som vi sa konung och den andra äger så det är liksom det går att göra det på båda sätten يوم الدين är يوم الجزاء والحساب يوم القيام يوم الدين är den dagen för belöning för straff det vill säga domen och det kan man att Allah subhanahu wa ta'ala له الملك ليوم الدين ليوم القيامة ولكل الأيام لكن ذكر الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين حتى يخاف العبد من هذا اليوم ويعمل في هذه الدنيا نعم وبيت الله سبحانه وتعالى لكم انبل ديجو حتى لكبت الله عمر دوغا انت بارا يوسف يدوم دوغا من الله هو يوسف ساكت تستيق يدوم دوغا سو فيس تهيطا نوغن فانس انه انه هوب سو دبتا الله انتاست سو حتى لكبت الله دوغا انت نوغن فانس ففي هذا الإيمان باليوم الآخر إيمان بيوم القيامة. So the hare in the fifth stage is shown on the throne for the Lord. وفي التخويف والتهديد.
وأن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. نعم. دعني أذكر سنتون بيت التفيس أن أوسط السدون وكذا دوم إن داكم الله سبحانه وتعالى جمع فينا شنارة وكذا دار الدور ما كم استلا ستيل سو. إياك نعبد. بيجيب كذا. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله، لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا الأولياء ولا أحد، لا نعبد إلا الله. عندما تقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله. نعم. لماذا لو قال لك قائل وشاع لك شاعر الآن الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تقول إياك نعبد أي أن كلنا نعبد الله، لماذا كانت الآية إياك نعبد بالجمع ولا تكون الآية إياك أعبد؟ När man börjar med den här stora så det är liksom först och främst att det är du som tackar, det är du som dyker, det är du som smickrar. Men just när man kommer till den här versen så blir det i plural form, där det säger vi dyker dig. Varför säger man inte jag dyker dig? لماذا كانت الآية إياك نعبد يعني بالجمع يعني كل يعبد الله سبحانه وتعالى ولم تكن الآية أنا أعبد مفهوم أو إياك أعبد، لماذا كان إياك نعبد؟ نعم. بارك الله فيكم كل شيء هذا بارك الله فيكم لورد بنوم فينا يوم سيما فيه هذا فيه أننا لابد أن نجتمع على ماذا؟ على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، على التوحيد، على العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا نفترق. نعم. Och detta är tecken för att man ska enas som profeten sa sedan om föreslagarna. Och det här, just den här punkten där vi dyrker Allah subhanahu wa ta'ala tillsammans. Så det här med att enas. والإمام الآن عندما يصلي ويقرأ الفاتحة يقرأ وأنت تستمع ويقول إياك نعبد، فهو صادق أن كل من يصلي خلف هذا الإمام يعمل بهذا ويعبد الله ولا نعبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أوكي لما لست بوكم الإمام بكتن سو لكم ليس من الإمام ليس الفاتحة سو دون سو stått bakom och ber bakom ska hålla tyst och lyssna på imamen. Så också imamen bekräftar att jag och alla som står bakom mig vilket endast det är Allahs fanta inte någon annan. Är det al-aya fiha wujub ijtima' al-umma wujub ijtima' al-ibada wa 'adam at-tafarruq wa at-tanazu'. Så vitsen bakom den här versen är att vår nation, vår umma ska enas och vår umma ska vara eniga och inte splittras.